مدير إدارة الهيئات والمنظمات الأجنبية مجلس القومي للمرأة. والله النهاردة البروتوكول تعاون ما بين السفارة الصينية في القاهرة ومجلس القومي للمرأة والشركة القابضة للمياه والصرف الصحي بسوهاج. والله البروتوكول كان بداية لسلسلة تعاون مفروض أنها تستمر في المستقبل مع سفارة الصين بالقاهرة، أن احنا نوصل مياه الشرب النظيفة لمساكن الإيواء بسوهاج، وإن شاء الله المرحلة الأولى بتوصل المياه لعشرين عمارة من مساكن الإيواء. المشروع مفروض مدته شهرين كبداية، وإن شاء الله نأمل في السنة الجديدة نغطي المساكن كلها.